بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نبقى مع التحضير لاختبارات الفصل الأول، اليوم مع وضعية نقدية لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي كل الشعب. هذه الوضعية متعلقة بالتجديد في العصر العباسي، خاصة منه التجديد في القصيدة العربية. والوضعية النقدية تهتم بدراسة الظواهر الموجودة في النصوص الأدبية والنصوص التواصلية في كل وحدة. فمثلا في الوحدة الأولى النزعة العقلية، فهنا الوضعية النقدية ستكون مرتبطة بالنزعة العقلية وكيف ظهرت في الشعر العربي، كذلك روافد هذه النزعة العقلية وغيرها. إذن موضوعنا اليوم، موضوع هذه الوضعية، مرتبط بالتجديد في القصيدة العربية. نبدأ أولا بالتعرف على السند وكذلك المطلوب في هذه الوضعية، ثم نبين كيف نحلل هذا الموضوع. إذن نبدأ أولا بقراءة السند. أدى اختلاط العربي بغيرهم من الأمم كالفرس والهند واليونان إلى تطور الحياة الفكرية، فظهرت طائفة من الشعراء يدعون إلى التجديد في القصيدة العربية. التعليم: حرر مقالا تفسيريا تبرز فيه أهم أسباب التجديد في القصيدة العربية، مظاهره ونتائجه على الحياة الفكرية. إذن هنا المطلوب الحديث عن التجديد في القصيدة العربية من خلال التمهيد يوضح بعض العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا التجديد، وهي الاختلاط، اختلاط العرب بغيرهم من الأمم كالفرس والهند واليونان. إذن المطلوب أولا أن نحرر مقالا تفسيريا، وهنا يجب أن نشرح أبرز الأسباب التي أدت إلى التجديد، كذلك مظاهر هذا التجديد ونتائجه على الحياة الفكرية. إذن هذه العناصر الثلاث التي يجب أن نركز عليها في هذه الوضعية. إذن أسباب التجديد، مظاهر التجديد، ونتائج التجديد على الحياة الفكرية، واعتماد النمط التفسيري أي الشرح. نبدأ أولا بوضع تصميم لهذه الوضعية، وهو أمر ضروري. دائما نعتمد ثلاث عناصر في كتابة الوضعية، سواء كانت وضعية نقدية أو غير نقدية. فهنا نعتمد عناصر ثلاث، وهي المقدمة، العرض، والخاتمة. بالنسبة للمقدمة، يمكن أن نمهد لهذا الموضوع بالحديث عن الصراع الفكري والمادي القائم بين تيارين، تيار التجديد وتيار القدماء، لأن هذا الصراع هو الذي مهد لظهور التجديد في العصر العباسي. إذن هذا الصراع كان موضوعه فكري وكذلك مادي. المادي متعلق بالحياة العصرية والحياة القديمة، أي ترك حياة البداوة والانتقال إلى الحياة العصرية بكل مظاهرها. أما الصراع الفكري فكان بين أنصار السنن القديمة، أي أنصار القديم، وأنصار التجديد، خاصة فيما تعلق بنظام القصيدة العربية من مقدمة طللية. كذلك الموضوع، وهنا ترك الموضوعات القديمة المتعلقة بالحياة البدوية والانتقال إلى الحديث عن الموضوعات الجديدة المستمدة من الحياة العصرية العباسية. أما في الجانب المادي فهو ترك الحياة البدوية والانتقال إلى حياة الحضارة. إذن هنا نمهد بهذا الصراع. ثم العرض، نجيب على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، وهي أسباب التجديد في القصيدة العربية. إذا من بين الأسباب التي ساهمت في حركة التجديد في العصر العباسي، احتكاك العرب بالأمم الأعجمية والأخذ من علومهم وثقافاتهم. فهنا التأثر، كذلك تأثر العرب بالثقافات الأخرى. أيضا رغبة العديد من العرب في تغيير نمط عيشهم، كذلك الانبهار بالحياة العصرية، إقبالهم عليها إقبالا كليا. أيضا ظهور تيار فكري يدعو إلى التجديد في القصيدة العربية بزعامة أبي نواس، إذا من أكبر الشعراء دعوة إلى التجديد، أو زعيم حركة التجديد في العصر العباسي، الذي سخر من القديم ودعا إلى تركه، ودعا إلى التجديد في الجانب المادي وكذلك الجانب الفكري متعلق بالقصيدة العربية.
أيضا التحرر من قيود الجمود والتبعية، أيضا الاطلاع على الكتب المترجمة، المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل. إذا كل هذه العوامل مجتمعة كانت دافعا لحركة التجديد في العصر العباسي. أما مظاهره، مظاهر التجديد، فقد ظهرت في القصيدة العربية في جوانب مختلفة، أهمها التخلي عن المقدمة الطللية أو استبدالها بالمقدمة الحكمية، كما وجد عند الشاعر بشار بن برد في قصيدته تهديد ووعيد، وكذلك عند الشاعر أبي تمام في قصيدته فتح عمورية في قوله: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فهنا استبدل الشاعر المقدمة الطللية بالمقدمة الحكمية. كذلك أحيانا تستبدل بمقدمة وصفية، خاصة منها وصف الخمر كما هو معروف عند الشاعر أبي نواس. كذلك من مظاهر التجديد الدعوة إلى الصدق الفني، كقول الشاعر أبي نواس: هذا فصفه وقل في وصفه سددا. إذن هنا دعوة إلى الصدق الفني في وصف مظاهر الحياة العصرية، أو استبدال المواضيع القديمة بالمواضيع العصرية المستمدة من الحياة الحاضرة. أيضا الانتقال من ألفاظ البداوة إلى الألفاظ العصرية المدنية، أيضا تغيير الوصف من وصف الحياة البدوية البسيطة إلى وصف الحياة المدنية العصرية، أي التجديد في الموضوعات، أن تكون الموضوعات مستمدة من الحياة العصرية. فبدلا من وصف الخيام والصحاري والحيوانات التي تعيش في الصحراء، ينتقل الشعراء إلى وصف مظاهر المدنية العصرية من قصور ونخيل وحدائق وغيرها. كذلك استخدام العقل والمنطق، كما وجد عند الشاعر بشار بن برد وكذلك عند الشاعر أبي تمام في دحضه لخرافات المنجمين. أيضا تحري الحقائق العلمية، توظيف العلم في الشعر، أيضا نبذ الخرافات كما قلنا، مثل ما وجد عند الشاعر أبي تمام. إذن هذه بعض مظاهر التجديد في القصيدة العربية. أما نتائج هذه الحركة، حركة التجديد، فهي قيام الصراع الفكري المادي بين التيارين، تيار التجديد وتيار التقليد أو التيار المحافظ، بين القدماء والمحدثين. كذلك بروز النزعة الشعوبية كما هو معروف عند الشاعر أبي نواس وكذلك عند بشار بن برد، إذن في استهزائهم وسخريتهم من الحياة العربية البدوية وتفضيلهم لحياة الفرس أو للحياة العصرية. أيضا ضياع القيم التقليدية، خاصة في وصف بعض الشعراء للمظاهر العصرية التي لا تتماشى مع التعاليم والقيم الإسلامية، كما هو موجود عند الشاعر أبي نواس وكذلك بشار بن برد. أيضا انتشار اللهو والمجون، إذا هذا التيار وجد في العصر العباسي وانتشر بكثرة نتيجة انتشار الحريات، وكذلك هؤلاء الشعراء شعراء مجددون فمالوا إلى الحياة العصرية بما فيها من لهو ومجون، مثل الشاعر بشار بن برد وكذلك الشاعر أبو نواس الذي يعتبر من أكثر الشعراء وصفا لحياة اللهو والمجون والخمريات، وهذا لإبراز هذا الجانب الجديد في الحياة العصرية. أيضا بروز تيار الزهد كرد فعل على تيار المجون والزندقة. إذن هذه بعض نتائج حركة التجديد في القصيدة العربية، بالإضافة إلى الخاتمة التي ستكون خلاصة لكل ما ذكرناه سابقا. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع اليوم، أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.